السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوتي في درس جديد على قناتكم استفهام، وإن شاء الله هذا الدرس هذا بغيت أي واحد من أبوني معايا يشوفه، لأنه ضروري ضروري باش تمشي مزيان في إيباي. هذا الدرس أخوتي اللي غنتحدث عليه اليوم، يعني بزاف الناس كيلقاو مشاكل في الحسابات ديالهم، كيجيهم ميساج من عند إيباي بأنه الكونت ديالهم تسبندا وما كيعرفوش شنو هو المشكل. خوتي هذا المشكل تاع اليوم اللي غنتحدثوا عليه يعني من اكبر المشاكل اللي كيواجهوها الناس المبتدئين وحتى الناس المحترفين. هذا الدرس هو نهضروا على الفيرو. شنو هو الفيرو اخوتي؟ الفيرو هو انه كيكون منتوج نتاع شي شركه، يعني دايره لي حقوق الملكيه ديالو، مخلصه الضرائب ديالها، كل شيء دايره ليغال، وكيجي واحد وكيهز المنتوج ديالها وكيبيعو يعني بالاسم ديالها. كيفاش بالاسم ديالها؟ يعني كيحط المنتوج ويقدر يحط لا مارك ديالها، ويقدر يحط جميع المعلومات اللي حطها الشركه على المنتوج حتى هو كيحطهم بحال المنتوج ديالو. هنا اخوتي ما ننصحكمش ديروا هذه القضيه. علاش؟ لانه تقدر تجيب ارباح خياليه في نهار يومين، ولكن اخويا عول على المشاكل. علاش؟ لان ايباي غادي تعرف بانك حط الفيرو، ما غاديش تعقل عليك وما غاتسامحش معاك، والباي بال كذلك راه غادي ينزل عليك، يقدر يسدوا لك الكونت ديالك كاع. كاينين خطوات بزاف تديرهم ايباي مع اصحاب الفيرو. الا كان الفيرو من المره الاولى كتقدر تساعد معاك وتصيفط لك ميساج وتحيد لك المنتوج وتقول لك اتونسيون راك درتي واحد الفوت بانك حطيتي منتوج فيرو. المرحله الثانيه تقدر تسبندي لك الكونت سيمانه، والمرحله الثالثه تقدر تسبندي لك شهر، يعني ما تقدر تليستي والو، ما تقدر تبيع، ما تقدر تشري. والمرحله الرابعه غادي تسد لك الكونت ديالك ديفينيتيفمون بلا ما تحلم انك تصوني عليهم ولا ديك الهضره، لانه صافي تدرتي في لا ليست انوار. المهم اخوتي باش ما كثرش عليكم، باش نتجنبوا هذا المشكل هذا، غادي نعطيكم اليوم ثلاثه نتاع طرق لتجنب منتوجات فيرو. ندوز اخوتي الاول طريقه اللي هي ديال تهمنيت ايباي، لان ايباي حاطه واحد لا ليست ديالها كتعطي جميع الناس اللي عندها حقوق الملكيه اللي كتقول لك بعد على السلعه ديالها. غنحط لكم هذا الرابط هنايا في الوصف. انت ملي غيخرج لك الرابط غادي غتكليكي على هنايا فيرو، ملي غتكليكي غيصيفطك لهنايا. يعني هاد المنتوجات كاملين اللي كتشوف هادو راه فيرو. اي منتوج انت نويتي تحطو ولقيتي السميه ديالو هنا، عرف بانه فيرو. غتقول لي كيفاش اخويا غادي نبقى نقلب انا، وكيفاش غادي ندير نجبد المنتوج وسط هاد الكم الهائل نتاع الشركات؟ سهله اخوتي، غادي دير كونترول اف، غطلع لك هاد اللعيبه هادي كدير فيها ريشيرش. مثلا نعطيكم مثال بسيط، انا عندي منتوج نتاع نايك، غندير نايك. شوف اخوتي هو الاول طلع ليا، يعني هذا، وشوف يعني في لي ريزولتا اللي كاين 1/3، يعني راه باقي جوج اخرين، يعني راه مليون في الميه هذا راه فيرو بعاد عليه. ونجي اخوتي ندير واحد المنتوج اخر هنا في علي اكسبريس، هذا يعني حتى هو واحد البائع في علي اكسبريس وحطو بهاد لا مارك هادي، كليك. غادي نجيو اخوتي هنايا وناخذ نفس الاسم، ها هو ندير ليه كوبي وحطه هنايا، غنديرو كولي وغادي نشوفو. معطانا حتى نتيجه، صفر من صفر. يعني هذا المنتوج هذا عندك الحق بانك تبارطاجيه، وكون هاني ونعس ودير كرشك بطيخه صافي اللي قالوا المصريين. وباش ما نكذبش عليكم اخوتي، هاد لا ليست هادي راه واخا كاينه هنايا، واخا كاينه هاد لا ليست هنايا، راه ما كتحددش ديما، ما كيوقعش فيها التحديث ديما. يعني يقدر يكون منتوج فيرو وما غتلقاهش هنايا. لهذا جبنا هاد الطرق الاخرين اللي ان شاء الله الا توفقتي انك تقلب على المنتوج وما تلقاهش فيرو فيهم ثلاثه، فتوكل على الله وخدم مع راسك وما تخاف من حتى حاجه. هذا هو الموقع الثاني اخوتي، هذا سميتو جوسيا ترد ماركس. هذا الموقع اخوتي بحال قلتي كاين في الامريكان، اي براند الا وكتكون حاطه الاسم ديالها هنا بحال الحق، بحال اللي قلتي حق الملكيه، وهذه كتضمن لهم حق الملكيه. مثلا ناخذ نفس المثل اللي قلنا قبيله نتاع النايك، ها هو نديرو الريشيرش. الكونيكسيون ثقيله شي شويه سمحوا لي. المهم ها هو طلع لي، شوف شحال من واحد طلع لينا، طلع لينا الاول الثاني الثالث، وشوفوا هنايا طلع بسيريال نمبر باش مدخلينو السوسيتي. يعني هاد السوسيتي مثلا جات وحفظات هاد الاسم ديالها والشركه، يعني انت ما تقدرش تبيع ليها داكشي ديالها الا خدتي لوتوريزاسيون من عندها. حتى لهنا واضحين. نشوف اخوتي هاد الماركه نيت اللي قلنا قبيله، كنترول سي باش نكوبيوها ونجيو هنايا اخوتي ونديرو ريشيرش. وغتشوفوا معايا
الا كانت هاد لا مارك هادي طلع لك هنا، ما كانش بحال هنا يعني هاد لا مارك هادي ما طلعت ليناش هنا، اش كيعني بانها ماشي فيرو. توكل على الله ولونسيها وغادي يجيب لك الله التيسير. واخا سيدي، حنا قلنا هاد المرحلة جوج، درنا الاولى بتاعت لا ليست بتاعت الفيرو تي باي، وهاد السيت هو الثاني، وغتبقى لنا اخر حاجة اللي هي هادي. انا كنعطيكم من الطريقة اللي متبعانا، يعني انا ما عمرو جاني الفيرو، بليتو جاني مره واحده، ولكن هذا كان الخطا ديالك انت، يلاه ديك الساعه بديت ما عرفتش، ولكن بعد الحمد لله ما بقاش يجيني الفيرو. هذه اللقطه الاخيره هذه يا سيدي اكستنسيون، غادي نحط لكم حتى هي اللين ديالها، جميع الروابط غتلقاهم في الوصف. والله يجزيكم بخير، اللي ما فهمش شي حاجه الله يجزيكم بخير، اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يحط كومونتير في اليوتيوب، ولا يقدر يتكونتاكت معايا، راه الدراري كاع اللي كيسولوا فيا ولا كيسولوا على شي حاجه راه كنجاوبهم غير الا كانت عندي لقيطه، الا ما كانش عندي لقيطه راه الله غالب اخوتي. المهم قلنا هاد ليكستنسيون ها هي غادي تدخلها وغادي تكريي الكونت عندهم. المشكل الوحيد اللي كاين هنايا في هاد ليكستنسيون هو انها كتعطيك 30 يوم فري، من بعد تقدر تخلص. انا النصيحه اللي نقدر نقول لكم، تكمل 30 يوم عاود تاني دير واحد ايميل اخر وعاود تاني دخل و سوبريمي هذيك ليكستونسيون، انستاليها عاوتاني وتانسكريفا بواحد الايميل واحد اخر وها 30 يوم اخرى جديده. المهم لي باش نوريكم كيفاش الطريقه ديالها، كتجي هنايا مثلا عندك هذا المنتوج هذا اللي قلنا قبيله، كتجي لهنايا كتكليك عليها كيطلعوا لك هذه الخانه هذه راهي فيها براند اور كيورد. انت كتجي مثلا عندنا نايك اللي قلنا قبيله نقلبوا عليها، هنا ما غاديش تطلع لي، علاش؟ لان انا اصلا كما قلت لكم تقادت لي 30 يوم ديالها وعكست انني نعاود نتيليشارجيها. المهم الا كانت براند سمعوا معايا مزيان، الا كانت براند غطلع لكم هنا واحد الدواره وسط منها السي، كتعني كوبي رايت. كوبي رايت هي حقوق الملكيه بالانجليزيه، يعني بعدوا عليها. اون فوا طلعت لك هنا نو ريزولتا، توكل على الله راه ما فيهاش الفيرو وراه غادي تليستيها وما كاينش اللي غادي يهضر معك. نتمنى منكم تطبقوا النصائح اللي جات في الفيديو من ا جوسكا زد، لانها مهمه ومهمه جدا الا بغيتي تمشي بعيد اخويا في هاد اي باي. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، تنزرب عليكم سمحوا لي، لان كنعرف الناس كاين اللي ما تيصبرش، كاين اللي تيبغي دغيا المعلومه، وداك الشيء علاش نحاول نسرع في الفيديوهات ديالي. وما تنساوش اخوتي ابوني وديروا جيم وشجعوا اخوكم، وان شاء الله اي جديد راه غادي يكون دائما في القناه ديالي. واللي خصو شي حاجه ولا يتواصل معايا في الفيسبوك، ان شاء الله راه ما غنبخلش عليكم بالاجوبه. وحتى لهنا انتهت الحلقه ديالنا، شكرا بزاف على المتابعه، وعلى الله ما نكونش ثقيل على القلب ديالكم. طلب لي فراسكم اخوتي، الله يوفق الجميع.